السلام عليكم. في هذا الفيديو حنتعلم مع بعض كيفية تصميم هذه الطاولة باستخدام برنامج بلندر. فكيف واضح في الصورة المرجعية بنصممه زيها بالضبط، قصدي تصميم سهل جدا جدا، تبع معي الخطوات. فأول شيء نضغط على فايل ثم نيو ثم نختار جنرال، حيفتح معك الشغل. فأول شيء خلينا نفعل ان الأزرار مش تعرفوا على شنو قاعد نضغط. فثاني حاجة نضيفه اللي هو الصورة المرجعية، نضيفه الصورة هتلقوها في الفيديو أسفل في الوصف اللي هي هذه، نصغرها شوية باش نبدأ نصمم زيها. أول شيء اللي بنصمم اللي هو القاعدة الزجاجية العلوية أو المرتح الزجاجي العلوي. فنجي نقرب الصندوق وندير حرف الإس في اتجاه الزد، نضغط زد نقصه بالكيفية هذه، فدي نفس الشيء إس في اتجاه الزد ونقصه لعند هني، نشوف فيه ممتاز تمام. بعد ما درت اللي هو الجزء العلوي، تو بندير الأرجل. الأرجل تقدر تضيفهم عن طريق صفيحة أو عن طريق اللي هو كيوب، فنضيفه كيوب. ثم بذلك نديره سكيل في اتجاه اللي هو نديره اللي هو S في اتجاه الواي، طبعا الواي هو الأخضر، فندير واي، ندير S بعدين واي، ننقصه بالكيفية هذه. إذا بعد ما نقصته نديرها بالكيفية هذه، ثم نفس الشيء نديره سكيل في اتجاه الأحمر. الأحمر هو هناك في موضع اللي هو X، ندير S بعدين X ونقصها بالكيفية هذه، نقصها بالكيفية هذه. ثم ندير S في اتجاه الزد، ننقص الطول متاعه، وليكن الطول متاعه نقوله تقريبا، نزيدها شوية S في اتجاه الزد وليكن الطول متاعه هيك. نفس الشيء مثلا ندير سكيل في اتجاه الإكس شوية نقصها وليكن لعند هنا. ثم هنا نجي نضغط على الزد ونضغط على الزد مرة ثانية باش نحط في المكان المناسب. بعد ما تضغط على الزد مرتين، تضغط على حرف الجي وتحطها هنا بهي. ثم نجي نقرب وننزل اسفل، طبعا التنزيل هو بالزد، اذا جي بعدين الزد، دير جي بعدين الزد وتنزل اسفل. تقدر تنزل وتركب بهذه، يعني تقدر تركب وتنزل بهذه بهي، مش مشكله، يعني تحدد المحاور وتزيد تنزل. فانا نستخدم في جي هلبة، يعني تحطها في مكانها المناسب. اذا هنا تقريبا ممتاز كويس. بعد ما درت الرجل الاولى دير شيفت دي تنسخها، وبعدين طبعا تتحرك فيها حر، لكن احنا بنحركها في اتجاه الاحمر اللي هو الاكس، فنديره اكس ونحطها في الكيفية هنا. ثم ندير ار روتيت، معناها تدوير، روتيت 90 درجة، عفوا ندير اللي هو ار في اتجاه الزد 90 درجة، اذا 90 ثم انتر، ثم تجي تحطها في مكانها المناسب. اذا دخل شوية تاني لعند هنا كويس. نفس الشيء دير شيفت دي تنسخ مرة ثانية، طبعا اللون الأخضر هو الواي، فتضغط واي وتوصله لعند هنا. ثم دير حرف الار اللي هو الروتيت في اتجاه الزد 90 درجة، تضغط على 90 ثم انتر، ثم تجي تحطه في مكانه المناسب كويس. ثم نفس الشيء دير شيفت دي، ثم دير في اتجاه اللي هو الاحمر اللي هو اكس، تحطه هنا، ثم دير حرف الار في الكيبورد زد مره ثانيه، مش تدور في اتجاه الزد بس، 90 درجه، دير 90 ثم انتر، ثم تجي هنا وتحطها في مكانها المناسب اذا تحطها هنا كويس. نفس الشيء هذا دخله شوية بعدين نطلعه باش يكون كويس تمام. أعتقد كله ممتاز، لاحظ هيك الأرجل جايات بالكيفية هذه. ثم بعد ذلك تختارها، هي دير شيفت دي تنسخها في اتجاه الزد، تضغط زد وتنزلها تقريبا لعند هنا كويس. إذا هيك صممنا الطاولة. توا شنو نبو نديرو؟ نبو نديرو اللي هو الزجاج من أعلى. لكن قبل ما ندير زجاج، تعال هنا اختار الرجل هذه، شيفت مع هذه، شيفت مع هذه، مع هذه، مع هذه، ودير كنترول جي، كنترول جي باش كلهم يربطهم مع بعض، باش كلهم أصبح عندي طبقتين، هذه وهذه، يعني عندي عنصرين اللي هو الزجاج واللوحة. كويس، نختار هذه، طبعا نبي ندير حفظ للشغل متاعي، ندير حفظ، نحفظه. بعد ما حفظته خير ما يستك البرنامج معاك. بعد ما حفظته نختاره الجزء العلوي ونجي هنا نضيف ماتيريال، نضيف اللي هو معدن. مرات يكون ما فيش هنا، فتدير انت نيو وتنزل لأسفل.
تنزلي أسفل تدير ترانسميشن ديرها 1، وتدير الرفنس اللي هو الخشونة ديرها 0، مش يكون يعطيك زجاج. لما ندير رندر بعدين حيبان لك انه هو زجاج، غربسته ونقول لكم كيف حيبان بعدين. خلاص بعد ما درت هذه نجي نحدد اللي هو الأرضية وندير هنا نكتب، طبعا نضيف الإضافة اللي موجودة أسفل في الوصف. الإضافة تخش على Edit Preferences باش تضيف اللي هو المعادن، دير Install وتضيف الإضافة اللي هي وين حطيتها هنا، الإضافة اللي هي باسم بلندر كيت، تضغط عليها دبل كليك ثم دير على علامة صح، دبل كليك تظهر لك 3D View بلندر كيت أونلاين أسيت لايبرري، دير عليها علامة صح. بعد ما دير عليه علامة صح تو نضيف المعدن، المعدن اللي هو هذا، ونبغى نكتبه هنا على سبيل المثال اللي هو وود، اللي هو وود وود تيبل، بهي باش يظهر لك اللي هو الوود، تختاره وتحدده تضغطه هنا. كويس تمام، لو نجي ندير الرندر نشوفه حيظهر لي بالكيفية هذه، ممتاز. لكن قاعد فوق مش باين الزجاج، لكن حيبان بعد شوية. بعد ما ضفته خلاص كملت ضفته، هو انا بنضيفه اللي هو كوب من القهوة، فنديره كوفي، نكتبه كوفي كوب، نتأكد ان حاطين على هذه، بهي تكتب كوفي كوب معناها كوب من القهوة، وندرجه هذا على سبيل المثال. كويس درجنا هذا جاي على الطاولة بالضبط، ممتاز. طبعا جاي صغير فنجو من هنا ونرجع للأوتلاينر ونجي نختار الكب اللي هو الكافي هذا، ندير عليه سيلكت هيرارشي وندير له سكيل حرف الاس، نكبره بالكيفيه هذه، بهي تمام. نضيف صفيحه في الاسفل اللي هو عن طريق اضافه اللي هو صفيحه، طبعا الصفيحه ننزلها اسفل تكون في الاسفل، دير سكيل كبرها بعدين ننزلها، اهم شيء تكون تحت الارجل، ثم دير سكيل وكبرها هل. وهيك توا نمشي ندير رندر باش يبان الزجاج، قلت لكم على دير سايكل ثم تحدد هي. اذا هذا هو التصميم بتاعي، تصميم جميل حلو بسيط سهل، نفس التصميم اللي هو موجود هنا، يعني نفس التصميم اللي هو بتاع الصوره تقريبا زيها، تقدر تضيف صندوق تضيف اي شيء، فهي كيف واضح في الصوره هذه اللي هو الزجاج. يعني درت تغليد شوي لانني نوري فيكم شرح، نقدر ندير أقل من هيك عادي، والأرجل بالكيفية هذه نقدر نخفي هذا، وكي يكون هذا التصميم النهائي ليا. نتمنى تكونوا قد استفدتوا معاي، شكرا جزيلا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.